اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم نجم الاهلي السابق كابتن عبد المنعم شطه، مدير اكاديميه النادي الاهلي ورئيس اللجنه الفنيه في السابق في الاتحاد الافريقي. منورنا كابتن شطه. اهلا بيك يا اسامه. اخبار الاكاديميه ايه دلوقتي؟ اجازه ولا شغالين؟ احنا اجازه من 30/4 ان شاء الله. هنبدا في بعض الاكاديميات، هتبدا بدري شويه، وبدايه مصر هتبدا 1/7 عشان في اختبارات الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ده بتاعت قطاع الناشئين. قطاع الناشئين عندنا هيعمل اكاديميات حقيقه بالتنسيق مع الاكاديميه، يعني الاكاديميات كلها حلوة قوي هتبقى تحت رعايه قطاع الناشئين بوجود مدربي الاكاديميات يساعدوا في اختيارات الناشئين من خلال مدربي القطاع. فدي حاجه حقيقه كويسه جدا، وانا بشكر على كابتن خالد بيبو انه استطاع انه يدمج الاكاديميات مع القطاع ويستغل الملاعب بتاعتنا اللي موجوده في 20 اكاديميه. كويس. عشان نقدر نعمل اكبر قدر من الاختبارات السنه دي للاعبين الحقيقه ولجماهير النادي الاهلي في كل حته، وباذن الله كمان في مخطط انه تتحط بقى برضه بعض الاسماء ستاند باي، بحيث انه دايما يكون في عندنا باك اب مستمر للعيبه، يكون في مجال واسع لكل اللاعبين يكون عندهم فرص انهم يشاركوا في قطاع الناشئين. هنتكلم دلوقتي باستفاضه طبعا عن الاكاديميات والاختبارات، ودي خطوه مهمه جدا ان اختبارات النادي الاهلي تكون السنه دي في كل الاكاديميات وفي المحافظات. لكن عايز ابتدي كلامي معاك يا كابتن شطه عن الحدث الاهم، شفنا الاتحاد الافريقي او المغرب خاصه اخر ثلاث نهائيات، يعني بطوله الاهلي والزمالك، النهائي الافريقي اللي جمع بين الاهلي والزمالك لعب في مصر بحكم ان الاثنين من مصر، لكن لو كان في نادي مغربي كنا شفنا النهائي في المغرب. السنه اللي فاتت الاهلي وكايزر تشيفز برضه في المغرب، السنه الثالثه الاهلي والوداد في ظروف غير طبيعيه في المغرب. هل الامور اللي بتحصل دي يعني او شايفها ازاي حضرتك؟ والله بص يا كابتن اسامه، انا بقول لك على حاجه حصلت في فتره 4 سنوات من احمد باجي اللي هو الرئيس السابق اللي اتهم بالفساد طبعا. كانت كل الفانكشنز وكل الدورات التدريبيه وكل المؤتمرات وكل السيمبوزيومز وكل الحاجات دي بتتعمل في المغرب. كلها بتتعمل في المغرب، لان الحقيقه يعني نجاح احمد في 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 الاتحاد الافريقي كان يعني الاستاذ فوزي رجع من اكبر مؤيدين انه يغير عيسى حياته، عشان الحقيقه رئيس عيسى حياته كان راجل قوي وراجل صارم وراجل كان محايد وراجل كان برغم اتهامه ببعض الحياد في بعض الامور وانه بيحابي بعض لكن عمره ما حاب الحد وعمره ما قال الكاميرون دي تكسب ولا تلعب ولا احنا لعبنا النهائي دوري الابطال 2008 والقطن الكاميروني في الكاميرون، وهو كان موجود وكسبنا القطن الكاميروني وخدنا البطوله. طب اقول لك على حاجه، والحكم حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي مش ضربه جزاء مظبوط، وما حسبش للقطن الكاميروني ضربه جزاء. جابوا الحياه، جابوا قال له انا سالتك يا كان الحكم وقتها انا ناسي اسمه، قال له انا قلت لك والله ده كان القطن الكاميروني ده يعني تراعينا مثلا ولا حاجه، ما حسبتليش ضربه جزاء ولا تدخل. وقال لجنه الحكام انا كان ممكن، انا قال لهم كده انا كان ممكن ان انا اطلب من الحكم يديني تفسير ليه حسب ضربه جزاء غير صحيحه للنادي الاهلي وحرمني من ضربه جزاء صحيحه. لكن دي عشان كره قدم وقرار حكم، انا لن اتدخل في التحكيم. لكن دلوقتي شوف التدخل في التحكيم ده، حتى جوميز نفسه انا بعت له تويته صغيره كده، انا عارفه شخصيا، قلت له عايز اعرف 3 دقايق قضيتها بيصلح الوايرلس سيستم بتاعه. 3 دقايق حارس المرمى وقع، 10 تغييرات 10 10 5 و5 ومدي 4 دقايق، احسبها لي كده انت كده، دي مش اقل من 12 دقيقه. ما شاء الله. بعت له التويته دي، ما اعرفش وصلته ولا لا. تفائلنا قبل المباراه بعد تعيين فيكتور جوميز وقلنا الحكم الانزه في قاره افريقيا، لكن اللي شفنا امبارح في بعض اللعبات كده، في كره اللي عدت ما كانش فيها حاجه، وكان 2 من لعيبه النادي رايحين على 1 من الوداد، كان ممكن يسمح باستمرار اللعب ولو فيها حاجه كان رجع للفار، ما انت عندك فار. والله انا بص، انا مش عايز اقول التحكيم هو السبب، التحكيم ما كانش السبب، هناك اسباب فنيه واسباب اداريه واسباب برضه كمان في وجود الظلم اللي واقع على الاتحاد الافريقي، هناك كانت اكثر من 10 او 15 عامل تسبب في هذه المباراه انها تكون بهذا السوء. اولها الظلم اللي وقع على النادي الاهلي، وازاي يلعب مباراه نهائيه المفروض تبقى نيوترال محايده تلعبها في بلد، وارجع لك تاني السبب احنا الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي تسبب في هذه الازمه. كان يجب يطلع حد من الاتحاد المصري لكره القدم يقول لنا ليه لم يذكر لحتى هذه اللحظه. اللي انا سمعته انه الجواب اللي جه بتحديد بعض البطولات
خمس بطولات. الاتحاد الافريقي طلبها من الاتحادات الافريقيه كلها 54 دوله. يا جماعه اللي عايز ينظم بطوله افريقيا كاس الامم الكره النسائيه تحت 17 سنه، تحت 19، الخماسيات، الكره الشاطئيه، كل حاجه ذكرها. الجواب ده ليه ما ظهرش للنادي الاهلي عشان يقول لهم انا يعني هنظم بطوله افريقيا لدوري الابطال؟ ما قالناش. المسؤول او المدير التنفيذي عارف كان رده يا كابتن شطه؟ قال ايه؟ قال لك الجواب بعد ما جالي اصل انا حطيته في الدرج وقلت النادي الاهلي اكيد عارف. لا يمكن. لا ده كان الرد. لا 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 ده رد. انا اعتبر انه انا طبعا انا استاذ وليد عطار صديقي، لكن ما اظنوش قال كده يعني، او اذا كان ده اكيد قال كده واحنا سمعناه كلنا يعني بس ده. ولا احنا قلنا النادي الاهلي اكيد عارف وحطينا الدور. طب يعرف ازاي النادي الاهلي؟ يعني يعرف ازاي؟ انا لو كنت موجود في الاتحاد الافريقي كنت قلت للنادي الاهلي في جواب راح للاتحاد المصري لكره القدم. بس مين يعني المفروض؟ طيب خلاص الاستاذ هاني ابو ريده كان برضه يبلغ يعني، طبعا هو عارف كويس ان الاتحاد المصري هيبلغ. وهل النهارده الوداد طلب قال لي يا جماعه انا عايز اتقدم ولا فوزي لججع هو اللي تقدم لنفسه؟ قال لهم يا جماعه الجواب ده انا بعته عشان انتوا تتقدموا. المشكله الاكبر يا كابتن اسامه انا بقولها لك اهو، انه ليه حدد الفريق اللي لما كسب الوداد وعرف انه هيوصل نهائي كان يجب عليه في الحاله دي انه ما يعلنهاش في ذلك الوقت، كان يعلنها من بدري شويه. أيوة. من قبل ما الوداد والاهلي يوصلوا زي اوروبا، ما احنا بنشوف من قبل البطوله ما تنطلق الناس بتعلن. سنتين بتعلن مين الملعب ايه والملعب البديل كمان ايه، يعني مش ملعب واحد كمان، لا ده انا عدت ملعب بديل. بس انا بعتقد انه الحقيقه الاتحاد الافريقي في ازمه كبيره جدا، وامبارح يا كابتن محمود الخطيب وجوده في المنصه يا ريت تجيبوا لنا صوره منها. طب شفت امبارح اللقطه بقى كابتن محمود الخطيب واقف مع متسبي وانفنتينو وبيقول لهم اتس نوت فير، وهنعرض لحضرتك دلوقتي اللقطه دي والمنصه والناس اللي كانت واقفه على المنصه. ما دي الحقيقه يعني انا توقعت انه الكابتن محمود الخطيب ما يطلعش، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب عنده برضه دي اللقطه معانا يا كابتن. هي كابتن محمود الخطيب طبعا دي بتاعت انفانتينو. بص اللي جنبي ده اسمه ده من الكاميرون، نائب رئيس الاتحاد الافريقي كاميروني. يعني اول واحد على الشمال ده نائب رئيس الاتحاد من الكاميرون، كان رئيس الاتحاد الكاميروني قبل صامويل ايتو. وده انفانتينو طبعا الخطيب. الحقيقه كابتن محمود الخطيب انا سعيد جدا انه قال له اتس نوت فير، ودي حته مهمه جدا عشان هو يحس الفساد الموجود في ويقول كمان لموتسيبي. هو طبعا اكيد برضه ما اعرفش موتسيبي قبله، موتسيبي هنا وده رئيس نادي الوداد. فانا بعتقد انه الحقيقه كابتن محمود الخطيب طلع وقال الكلمتين دي توري قد ايه احنا كنادي اهلي عندنا كبرياءنا وعندنا شموخنا، مش عشان خسرنا مباراه نفقد كل الامور الخاصه بالفير بلاي. ودي حاجه الحقيقه بنحيي عليها كابتن محمود الخطيب. بس انا الحقيقه بحيي اكثر انه ما قعدش معاهم في نفس المنصه. بحيي اكثر انه المنصه دي بيقعد فيها رئيس الاتحاد. ايوه رئيسي قصدي الناديين الواصلين النهائي مع رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيس الاتحاد الدولي مع فحقيقه وجوده في عدم وجوده في هذا المكان كان رساله واضحه على عدم الحياديه وعدم والظلم اللي واقع على النادي الاهلي. وبرغم ذلك احنا ما انسحبناش، ما توترناش، ما قلناش ان النادي الاهلي كذا كذا. كل الامور احنا وصلنا رساله عن طريق كابتن محمود الخطيب ان احنا زعلانين من اللي حصل وده مش فير، لكن هيحصل ايه بعد كده؟ هيعملوا ايه بعد كده؟ ده سؤال يعني انا بساله. وده كان كلام مهم يا كابتن شطه لحضرتك بتقول وهم قاعدين في المنصة أو في المقصورة الرئيسية، مفروض رئيس الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس النادي الأهلي، رئيس نادي الوداد، الكابتن امتنع عن الجلوس معاهم وفضل يقعد مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ودي أنا بحييه عليها، بقول لك رسالة واضحة، رسالة صامتة، بحيث إنها استطاعت هذه الرسالة أن توصل لكل العالم. إنه هي رئيس النادي الأهلي غير راضي عن ما حدث، ومع ذلك حضر واستكمل هذه البطولة ونجحها، يعني خلاها بطولة ناجحة بكل المقاييس. لأن النادي الأهلي بوجوده في هذا المكان بهذا الشكل وفي نهائي كبير بالشكل ده بيحضره يعني رفيفة برئيسها، ده بوري النادي الأهلي بيحافظ برضه على شكل الاتحاد الأفريقي وعلى هيئته وعلى كيانه. كان ممكن يحصل حاجات كثيرة جدا، لو حصل أي حاجة تانية كان ممكن تخلي الحقيقه الاتحاد الافريقي في موقف صعب جدا لو النادي الاهلي كان رفض انه يلعب المباراه دي الا في ارض محايده، وده كان من حقه. بس الحقيقه الكاس او المحكمه الدوليه ما انصفتناش وقعدتنا مره اخرى وقالت انه المعايير اللي تمت عليها والبروسيجر اللي اتعملت عليها الحقيقه تحديد الملعب كانت ماشيه طبقا لخطابات مرسله للاتحادات. وطبعا اتحادنا الحقيقه ما كانش الحقيقه على قدر كبير جدا من المسؤوليه، واتمنى ان الموضوع ده يعني ما يتكررش مره ثانيه ان شاء الله. عايز اروح لفاصل، بس قبل الفاصل
هسأل حضرتك سؤال واخد الإجابة بعد الفاصل. دورنا احنا في الاتحاد الافريقي بقى كمصريين، حضرتك يعني اشتغلت في الاتحاد الافريقي سنوات طويله، كنت مسؤول على اللجنه الفنيه، ليه النهارده وبعد السنين الطويله دي ضعف التمثيل المصري في الاتحاد الافريقي، وليه ما بقاش عندنا يعني كمصريين عناصر كتير قبل كده كانت موجوده في الاتحاد الافريقي؟ هعرف رد حضرتك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه، كنت بسال حضرتك قبل الفاصل ليه ما بقاش عندنا مصريين داخل الاتحاد الافريقي او لينا صوت مسموع قوي زي زمان في الاتحاد الافريقي؟ انا الحقيقه ارجع لك بالتاريخ عشان انا برضو يعني حافظ. انت عارف اول رئيس للاتحاد الافريقي كان مين؟ عبد العزيز سالم، كان وزير الزراعه سنه 1957. خلي بالك، بالرغم من الحقيقه الاتحاد الافريقي اتعمل في السودان، وكان وقتها الدكتور عبد الحليم محمد ومع عبد العزيز سالم ومع عبد العزيز مصطفى الفريق اول، ودول كانوا موجودين، وهم معاهم كمان كان معاهم كابتن محمد لطيف ومراد فهمي والد مصطفى بيه فهمي. دي الحقيقه وقتها. بعد كده جه بعد كده الفريق اول عبد العزيز مصطفى قعد 12 سنه. بعد كده جه تسمى، لو تفتكر تسمى اللي هو الاثيوبي. بعد كده دكتور حليم من وقتها تاني. طبعا الوحيد اللي كان موجود نائب رئيس الحقيقه الاستاذ محمد احمد، لو تفتكر كان موجود هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي. منذ ذلك الحين الاتحاد الافريقي ده كان كله اساسا موجود في مصر، مصر اللي رعيته. يعني انا الحقيقه كلام الاستاذ فوزي لجزع ويتكلم عن هاجر التصريح بتاعه، خلي بالك لو يعلم انه الاتحاد المصري لكره القدم كان الاتحاد الافريقي عباره عن مكتبه داخل الاتحاد المصري نفسه. ومراد بيه فهمي لما كان سكرتير الاتحاد الافريقي مكتبه داخل الاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان الاتحاد الافريقي جوه الاتحاد المصري جوه قبل ما يبقى ليه مبنى مستقل وخاص. وبعدين بعد ما بقى له مبنى كمان كان بيدار برضه وبيصرف عليه وعلى مرتبات السكرتير العام وعلى مرتبات الموظفين الاتحاد المصري لكره القدم. تيجي في لحظه من اللحظات تنسى هذا التاريخ. بعد ما الدنيا بقت حلوه معاك انك تنسى ان الاتحاد المصري لكره القدم هو الاب الشرعي للاتحاد الافريقي. وبعد كده عبد العزيز مصطفى سالم، عبد العزيز سالم فريق عبد العزيز مصطفى، وبعد كده الاستاذ محمد احمد، وبعد كده عندنا طبعا في اللجان كانت كل اللجان كان عندنا لجان الحكام فيها، ولجان التكنيكال الكابتن عبد الصالح الوحش تفتكر الله يرحمه كان موجود سنوات طويله جدا. وبعد كده فانا بقول انه الحقيقه الاتحاد الافريقي التراجع ده جه، يعني حصل ازاي التراجع ان احنا دلوقتي ما بقاش صوتنا مسموع داخل الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي داخل مصر وانا ما عنديش حد فيه، دي حاجه غريبه الشكل. الاتحاد الافريقي الان محتاج مننا من المجلس الاعلى للشباب والرياضه ممثلا في وزير الشباب والرياضه في المؤسسات الحقيقه مؤسسات الدوله نفسها انها تعمل يعني مخطط لانك انت ايه العناصر اللي تقدر دلوقتي تدفع بيها تخليها تخش في هذا المجال، عناصر تكون مؤثره، عناصر قويه، عناصر لها ثقل في المجال الدولي. اتمنى انه يكون بعد كده في زي ما يعني اتمنى انه هي زي ما المغرب لها ثقل دلوقتي وتونس لها ثقل والسنغال لها ثقل. خلي بالك احنا دلوقتي بقينا نعرف الاخبار من اللي داخل الاتحاد الافريقي من الصحف في المواقع المغربيه كلها كلها بتكون دايما فيها من اللجان اللي موجوده لعلمك الخاص، حتى الميديا اللجان الاعلاميه اللي موجوده كلها في المغرب. انا مش عايز اقول انه المغرب شطار، عرفوا ازاي يوصلوا وعرفوا ازاي يخططوا وعرفوا ازاي انه يحطوا يعني كوادر داخل الاتحاد الافريقي، يحطوا كوادر. وبعدين لما يكون في ترشيحات ولا يكون في رئيس اتحاد بتلاقيهم نازلين بثقلهم عشان يعني يساندوا هذا الرئيس. ساندوا متسبي وساندوا قبل كده احمد وعندهم يعني حقيقه ودي شطاره، انا بعتبر انها شطاره. اتمنى ان يكون عندنا الحقيقه برضه نوع من التخطيط لانه دلوقتي كمان بجانب اللجان اللي موجوده انا طبعا انا كنت في اللجنه الفنيه من سنه انا وكابتن حازم امام. انا دلوقتي على حسب علمي ان احنا مش ما عدناش موجودين في اللجان دي، شكلت اللجان الثانيه احنا مش موجودين فيها. لو الاتحاد المصري لكره القدم رشح ناس معينه لهذه اللجان يقدر يرشح ويفرض على الاتحاد الافريقي بعض العناصر القويه، اذا كان لجنه التحكيم، اذا كان لجنه فنيه، اذا كان لجنه مسابقات، كل دي لجان بتدير. فلازم الاتحاد المصري لكره القدم يحاول يعني يتبنى هذه القضيه. بعد الفاصل عايز اعرف ردك بقى على تصريحات فوزي لجزع بعد حصول الوداد على البطوله الافريقيه في ظروف غير طبيعيه، طلع بتصريحات وقال انتهى عصر الفساد بعد حصول الوداد على بطوله. وشفنا النادي الاهلي ما شاء الله السنوات السابقه
او يعني بيوصل لخمس نهايات، وده كان تصريح ليه. اعرف رد حضرتك بشطه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه، كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن تصريحات فوزي لكجه، تصريحات غريبه بعد حصول وداد على بطوله دوري ابطال افريقيا، تصريحات نقلا عن الصباح المغربيه، وقال انتهى عصر الفساد. يعني دي اهانه كمان، يعني ما اعرفش ايه يقصد ايه، يعني بيقصد ايه ان الكره المغربيه والانديه المغربيه رجعت تاني بعد ما كانت الانديه المصريه والتونسيه محتكره بسبب الفساد اللي موجود في الكاف، احنا نرجع نحتكر البطولات مره ثانيه، ان الفساد انتهى خلاص يعني. طب انا يعني هو شايفها من وجهه نظره، لكن لما يشوف ملعب الوداد او ملعب مراكب محمد الخامس كله جماهير الوداد ده شافه عدل، لما يشوف نهائي البطوله الافريقيه ثلاث مرات في المغرب شافه ده عدل من وجهه نظره هو، ده يبقى ده كده مش فساد. هو يعني الفساد ده راجع مثلا لسنين سابقه طبعا. طب انا اذكر لك بقى ماتش الاهلي والقطن الكاميروني لما كان عيسى حياته حاضر هذه المباراه، وكان رئيس البعثه حسن حمدي، افتكر كابتن حسن، والمباراه دي كانت في عقر دار عيسى حياته. انا اذكر كويس قوي كابتن عيسى حياته قعد قال لي يا جماعه انا موقفي حساس، انا مش عايز اي حاجه تحصل في هذه المباراه يقولوا عليها في يوم من الايام انه عشان الحقيقه رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته موجود يبقى القطن الكاميروني كسب. وفضلت المباراه ماشيه، والحكم حسب ضربة جزاء مشكوك فيها، يعني ضربة جزاء ممكن ما تتحسبش، حسبها للنادي الاهلي، وضربة جزاء صحيحة للحقيقة القطن الكاميروني. المباراة دي كسبناها 3-1. 3-1. فأنا فاكر كويس قوي قوي يعني لو كان هناك فساد كان كسب القطن الكاميروني، دي نقطة مهمة جدا. لا، وأنا فاكر وقتها المباراة ما شفناش الملعب، كان مقفول بجماهير القطن الكاميروني، وشفنا الأعداد والكلام والحاجات اللي حصلت قبل المباراة كمان. بالعكس كانت الامور ماشيه هناك طبيعيه جدا، مفيش اي مضايقات، مفيش اي حاجه ولو خالص. ولو كان هناك فساد يا كابتن اسامه كانت الكاميرون خدت بطولات افريقيه اكثر من مصر لو كان هناك فساد. فانا بتكلم يعني حقيقه هذا الكلام يجب ان لا يصدر من رئيس الاتحاد او نائب رئيس الاتحاد الافريقي. دي حته مهمه جدا، اتمنى انه يعني الكلام ده يكون مش مقصود به حاجه غير ان هم عوده الانديه المغربيه اهلا بها، لكن ان يكون هناك تشكيك في بطولات افريقيه او 10 بطولات خدها النادي الاهلي او الزمالك خد بطولات او اي انديه اخرى خدت بطولات، لا يوجد فساد في كره القدم غير ان هو التحكيم هو الذي يقود المباريات. وشفنا تجاوز التحكيم في بعض المباريات خدم الانديه المغربيه قد ايه. الكلام ده حقيقه انا مش عايز اقوله لانه التراشق بالكلام ده مش هيفيدنا، كل اللي نطلبه انه الحقيقه من الاتحاد الافريقي في نوابه الموجودين اللي شفتهم في المنصه والاستاذ فوزي لجع نفسه نائب رئيس الاتحاد الافريقي ان يكون هناك عدل في كل حاجه خصوصا في المباريات النهائيه التي تتمثل في ارض محايده. ولو النادي الاهلي خد حقه على مدار السنين اللي فاتت والظلم اتعرض ليه ما كناش دلوقتي 10 بطولات بس، ده كنا 15 و20 بطوله افريقيه. بالتاكيد. عايز ارجع بقى للاكاديميات، السنه دي خطوه مهمه جدا، قطاع الناشئين هيعمل الاختبارات على ملاعب الاكاديميات مش في مدينه نصر بس، ده في كل المحافظات. فرصه النهارده لابناء الاكاديميه المواهب اللي موجوده، يعني فرصه اللي عايز ينضم للقطاع. انا اعتقد انه دي هي خطوه من لجنه التخطيط مع كابتن خالد ديبو انهم استطاعوا انه يخلوا الاكاديميات تبقى جزء من القطاع الناشئين في هذه الامور الخاصه بالاختبارات. ومدربي الاكاديميات كلهم هيكونوا متواجدين بالاشتراك مع خطوه مهمه، وكل ما نروح اي محافظات هيكون موجود هي قطاع الناشئين مع مدربي الافرع الموجوده. ودي حاجه هتساعد كثيرا جدا في انك تجد لاعبين على قدر كبير جدا من المستوى، خصوصا انه حي السنه دي القطاع الناشئين بيبحث عن بعض اللاعبين للمراحل السنيه الصغيره اللي لسه هيكون لها دور. انت عارف كل سنه بتدخل فريق جديد فانت بتبني فريق جديد، واضح ان هو هيحتاج لهذه الاختبارات في قطاع الناشئين. ودي طبعا انا حابب اشكر عليها اللفته البارعه اللي عملها حقيقه كابتن خالد بيبو، وبشكر لجنه التخطيط انها وافقت على ان تقيم هذه الاختبارات في جميع الافرع. وده تعاون رائع ما بين القطاع الناشئين وما بين الاكاديميات، والكابتن خالد بيبو دلوقتي سامعك على الهواء، تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن شطه. كابتن شطه بيسلم عليك كتير هنا خالد ازيك؟ وبيشكر في التعاون اللي ما بينكم يعني. رحت لك المكتب اديتك النهارده. لا الصوت علي الصوت شويه عشان نسمع. تحياتي ليك كابتن اسامه، تحياتي للكابتن شطه، وحشني.
لا لا كده مظبوط تمام يا كابتن خالد. تمام. كل المواهب الموجوده في مصر او كل الناشئين منتظرين اختبارات النادي الاهلي بفارغ الصبر، قول لي بقى يعني امتى النادي الاهلي هيعمل اختبارات، وحددتوا الميعاد، الخطه الموجوده ايه اللي حاططها لجنه التخطيط وكابتن خالد بيبو بالاشتراك طبعا مع اكاديميه النادي الاهلي وكابتن شط؟ بص، في البدايه حابب اشكر الكابتن شط طبعا على التعاون اللي حصل بيننا السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا. بمنتهى الامانه كابتن شط كان بيساعدنا في شغل كتير جدا، وكنا بنعتمد عليه في حاجات تفاصيل كتيره جدا، سواء لعيبه سواء مدربين سواء اداريين. احتاجنا اول ما بنحتاج لاي حد كابتن شط طبعا بيكون موجود، وهو اللي بيمدنا بالعناصر المميزه، وفي تعاون ما بيننا بشكل كبير جدا. طبعا انت عارف الاكاديميه هي الاختيار رقم واحد بالنسبه لنا عشان نشوف مجموعه من اللعيبه المميزين. وانا عارف ان عندك في شطه لعيبه مميزين جدا، واخترنا الاماكن بتاعتنا. انت عارف انت موضوع الاختبارات موضوع مستاهل، موضوع ان انت ازاي ان الاولاد ياخدوا حقهم، ازاي تشوفهم بشكل كويس، لازم تبقى مرتاح. فاحنا عملنا استراتيجيه كده طويله عشان خاطر الاختبارات السنه دي هنشتغل براحتنا. احنا اختبارات السنه دي مش هتبقى اختبارات لفتره وخلاص، لا، ده اختبارات تبقى اختبارات لطول السنه. ملاعب الاكاديميه موجوده بالتعاون مع قطاع الاكاديميه وكابتن شطه، هيبقى شغالين. هنبدا في مدينه نصر في البدايه، وبعدين هنتحرك على بقيه الفروع بتعاون كامل مع قطاع الاكاديميه وكابتن شطه. التاريخ امتى يا كابتن خالد هتبتدوا؟ انت قلت لي يعني البدايه اليوم بالظبط، عشان من خلال قناه الاهلي هنا هنعلن، ويكون في الشريط دايما موجود بالمواعيد بكل حاجه. انت عارف احنا بس عشان خاطر الورقيات ولازم الموافقات كلها تخلص. احنا خدنا طبعا موافقه لجنه التخطيط بالخطه كلها بتاعت الاختبارات. كويس. لسه طبعا الجهه الاداريه والورق بيطبع، واول ما يجهز يعني يعني تقريبا ممكن 16 يوم 16 لو الاختبارات لو الاجراءات 16/6 16/6 تمام. هنبدا بالعمارة السنيه، وهيبقى في ترتيب كامل للعمارة السنيه اللي موجوده بعدد معين، يعني مش هيبقى كل اللي يجي عايز يختبر يختبر في نفس اليوم، لا، احنا محددين عدد معين عشان الملاعب. الاعمار السنيه يا كابتن خالد هتفتحوا كل الاعمار حتى اعمار سنيه كبيره، يعني ولا هتبقى مقتصر على مجموعه معينه في الاعمار السنيه؟ في المرحله الاولى احنا هنبدا من 2007 لغايه 2013. 2007 2013. اه. وان شاء الله كاميرا الاشبال هتكون موجودة معاكم، بتغطي الحدث أول بأول، وكل التغطية إن شاء الله تكون موجودة معاكم. حاجة تانية إن شاء الله كل المواعيد وكل حاجة هنعلنها هنا عن طريق قناة الأهلي عشان كل الناس المتابعين وأي موهبة تحب تنضم للنادي الأهلي تكون إن شاء الله يعني موجودة في اختبارات النادي الأهلي بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد، وبالتوفيق إن شاء الله في الموسم الجديد. إن شاء الله. شكرا. أكيد هيبقى في مواهب كبيرة إن شاء الله يا كابتن شطة في يعني من ابناء الاكاديميه. خلي بالك عشان بس الناس تكون عارفه، ودي رساله لكل اولياء الامور في كل الاكاديميات، عشان الحقيقه بيشتكوا ليه النادي الاهلي ما طلعش المواهب اللي كانت موجوده في السنين السنه اللي فاتت دي. كل الاسماء قطاع الناشئين شاف كل دوري ثابت البطل والدوري اللي كان مؤمن زكريا كل الاسماء دي موجوده عندنا. وان شاء الله هذه هؤلاء اللاعبين كلهم هيتجمعوا ان شاء الله مع بعض في الاختبارات. يعني انتوا عاملين حصر بيهم؟ حصر بيهم موجودين، والاختبارات الاخيره دي اللي هتكون موجوده دي هيخشوا في النهائيات بتاعتها. كويس. بحيث انه يكون موجودين مع المجموعه اللي احنا اختارها. وبوعدهم كلهم انه كل لاعب شفناه وكتبنا اسمه ان شاء الله هيكون موجود معانا في الاختبارات دي، سواء كان في مدينه نصر او اذا كنا رايحين الشرقيه او اذا كنا رايحين برضو اسيوط، ورايحين اسوان، ورايحين الصعيد كمان في سوهاج. والان فتحنا اكاديميه في بني سويف، هنعمل اختبارات في بني سويف. فتحنا اختبارات في الغردقه، عندنا بقى كويس. اكاديميه يعني تغطوا مصر كلها. عندنا اكاديميه في الغردقه، اول ما فتحنا الاشتراك بعد اسبوع جم 500 واحد ما شاء الله. فدي حاجه انا بقول ان الحقيقه البحر الاحمر النادي الاهلي اسمه كبير، المحافظه عطشانه ما عندهاش مش لاقيه لو اسم النادي الاهلي كمان. ما بقول اسم النادي الاهلي يروح الغردقه، خلى الحقيقه الاكاديميه بتاعت الغداء دي هتكون ناجحه جدا. بعد كده ان شاء الله هناخد برضو نستمر في هذا الموضوع، واحنا ان شاء الله هنغطي ده كله اول باول معاك كابتن شطه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن شطه. شكرا جدا يا اسامه، وانا بعتقد انه هذه
البرنامج بتاعك ده برنامج مهم جدا بالنسبه لقطاع الناشئين وبالنسبه للاكاديميه، بجد بيغطي كثيرا من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله هنعتمد عليك في كل الامور الخاصه بالاكاديميات الجديده اللي هتتفتح عشان تغطيها باذن الله ان شاء الله. واحنا دايما معاكم اول باول. بشكر ضيفي الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق خلال الفتره اللي جايه، وزي ما اعلن الكابتن خالد بيبو ان شاء الله اختبارات النادي الاهلي على يوم 16/6، كل التفاصيل هتكون هنا على قناه الاهلي ان شاء الله. تابعونا دايما وتعرفوا المواليد كل يوم مين اللي هيختبر، والاختبارات هتكون في مدينه نصر، وكمان النادي الاهلي هينزل في كل المحافظات. رسالتي اخيرا للاعبي النادي الاهلي، البطل بيقوم وبيقوم بسرعه وبيرجع بقوه، انتوا اللي عودتونا دايما على كده. قبل كده لما خسرنا بطوله افريقيا قدرنا نرجع وقدرنا نحط كلمتنا في قاره افريقيا كلها ونكسب البطوله مره والثانيه ونروح كاس العالم. ان شاء الله عندنا تحديات مهمه جدا الموسم ده، عندنا دوري وعندنا 2 كاس. الاخلاص، اللعيبه تلم بعضها، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع اقوى من الاول زي ما انتم عودتونا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، شكرا والى اللقاء.